يعني متابعينا بصباحنا، وقديش مهم انه نحن كأهل او كأشخاص عاديين نعرف شو هي الإسعافات الأولية اللي بتخص النفسية للأطفال. ورح نحكي أكثر كيف فينا نحن يكون عندنا هي الثقافة، كيف فينا نحن نتعامل مع الأطفال، نسعفهم بشكل صحيح إذا تأزمت نفسيتهم، ما نفرق بينهم وبين إخوتهم إذا كان في إخوة. رح نحكي كل هالشي مع ضيفتنا الأخصائية النفسية شذا عبد اللطيف. صباح الخير يا شذا، يسعد صباحكم. نهارك حلو. صباح الخير. صباحك. خلينا بالبداية نحكي ونعرف، يعني نبسط للناس أكثر شو معنات إسعافات أولية نفسية للأطفال. تمام. مثل ما بنعرف أهمية لما أنت بتصابي مثلا بجرح، قديش مهم أنه أنت تسعفيه من اللحظة الأولى. لما بنسأل كل أم حاليا، أنت لما يصاب ابنك لما بيكون عم يلعب بلعبة أو مثلا بالشارع عم يمشي، شو بتعملي؟ بتقلك أنا بهرع مثلا لشندة الإسعافات الأولية اللي أنا بتكون عندي بالبيت لحتى أنا أعقم له جرح وضمد له إياه، وما أخلي هذا الشيء أنه هو يأثر على صحته وعلى جسده. هذا الشيء تماما المثال البسيط اللي بدنا نشبهه بالاسعافات النفسيه الاوليه يلي بتكون عند الاطفال، اللي هي الاجراءات يلي بتكون العنايه الفوريه يلي بتعملها عفوا الام تجاه الطفل من خلال ازمه نفسيه هو عم يمرق فيها او موقف ضاغط، موقف صعب مرق فيه، لحتى هي تقدر انه تخفف اثر الموقف الصادم يلي هو مرق فيه، وتحاول انه هي ما تخلي هذا الشيء ياثر على سلوكه لبعدين. وقد ايه مهم هذا الشيء ببناء شخصيه الطفل. نحن بنعرف انه من لما بيطلع معنا مثلا اضطراب خلال فتره المراهقه او لما الشخص بيكون بالغ، فنحن بنرجع لخبرات الطفوله يلي هو مكتسبها، الاحداث الصادمه يلي بيكون هو عم يمرق فيها يلي هي اثرت بشكل كبير، لانه هي بتكون ما عولجت بشكل صحيح، بقى بتاثر بعدين لوقت انه هو يكبر. نعم. شو هو السلوك يلي فيها الام او الاهل يتدخلوا ويكون في اسعافات اوليه نفسيه لإله، وشو هو السلوك يلي لازم نحن ننتبه ونلجا الى اخصائيين نفسيين؟ تمام. هلا بالنسبه للام او لمقدم الرعايه، الاشخاص اللي هن محيطين جدا ببيئه الطفل، هن كثير قادرين يلاحظوا التغيرات السلوكيه اللي بتطرا على الطفل. ممكن كثير كنا هلا عم نحكي تحت الهواء انه الطفل ما كثير بيعبر. صحيح. والطفل ما ممكن انه انت تحذري عن جد اذا هو صاير معه شيء او هو ممكن يخبرك بلحظتها. فنحن بنبلش نطلع على التغيرات اللي هي صارت معه. ممكن يكون في عندنا في فتره مثلا صارت فجأة انخفاض بتحصيله الدراسي بدون ما يكون في عنا مثلا أسباب عائلية أو أسباب صحية أو حتى أسباب عقلية بتكون عند الطفل، من خلال يكون عنده فرضا صعوبات تعلم، ممكن يكون عنده صعوبات بالدراسية، آليات تأقلم، أي شيء من هذا هو ما عنده إياه. صار في عنا مشاكل بالتحصيل الدراسي، صار في عنا سوء بالتواصل بينه وبين أصدقائه، وعم بيحس أنه هو ما عم بيحب أنه يروح على المدرسة. ممكن يكون عنا مشاكل عزلة، مشاكل وحدة، عم يلاقي صعوبة بأنه هو يكون مع أسرته، عم يتمرد على الأهل، عم تطلع منه مثلا مشاعر دائما حزينة بدون ما يكون في عندك أنت موقف حزين هو عم يمرق فيه. ممكن كثير يكون في عنا سلوكيات، هي السلوكيات او التفاصيل اللي هو بيعملها بتكون غريبه لموقف كثير عادي ممكن انه هو يمرق، عصبيه زائده، انفعاليه زائده، كل هي العلامات بنقدر انه نحن بالنسبه للام او بالنسبه لمقدم الرعايه قادرين يلاحظوا هي التغيرات اللي بتصير عند الطفل. ولكن ما فينا نقول انه اذا طفلك عم يمرق بهي الاعراض او العلامات فهو في عنده ازمه نفسيه عم يمرق فيها او في عنده موقف صادم تعرض له. بجوز هي حاله مؤقته. تمام. بدنا نشوف شده هي الاعراض يلي هي عم بتصير، قديش مدى الاعراض على المده الزمنيه اللي هي عم بتصير، قديش استمرت. اذا استمرت لفتره زمنيه طويله تمام، وبدون ما يكون في نحن في عندنا مثلا هي العلاقه المباشره بين الام وبين الابن لحتى نحن نعرف بالضبط هذا الطفل اذا مرق بموقف صادم ولا لا، نحن بحاجة لحتى نراقب الشدة المدة التكرار لهي الأعراض يلي هي عم تطلع عند الطفل، وبعدها منشوف إذا نحن ما قدرنا أنه نحن نتدخل، يعني ما كانت مثلا الأم من بيئة داعمة للطفل، من الشخص الإيجابي اللي هو بيكون حواليه، نقدر هون نلجأ لاختصاصي أو لمعالج لحتى يقدر يشخص بالضبط شو الوضع اللي هو صاير مع الطفل، ولنقدر نعرف من الطفل شو الموقف يلي هو متعرض له. هون لما تكون الأسباب غير واضحة
للأهل إنه هو فعلياً عم يعني صار معه شيء صادم نفسي أدى لهذا السلوك. بس في أسباب واضحة، يمكن اليوم ما في بيت، يمكن ما مر فيها بسبب ظروف الحرب، فقدان أكيد. عزيز أكيد. حدا خسر بيته مكانه، الطفل بيتعلق بطريقة مختلفة. لما يكون أنا عندي هي الأسباب الواضحة كأهل، كيف فيني أتصرف؟ يعني كيف فيني أنا فعلياً أتعامل مع الطفل بحالة الإسعافات الأولية؟ يعني صار عنده صدمة باللحظة، أنا كيف بدي أتعامل معه، وعلى مرور الوقت كيف فيني أنا أتعامل معه. مهم بالدرجة الأولى تثقيف الأهل، لأنه بأي موقف ضاغط ممكن أنه يتعرض له الطفل، ممكن أهل ما يعرفوا يتعاملوا مع هذا الشيء بشكل كبير، هذا الشيء بده يسبب لنا ندبة لبعدين هي حتظهر بالمستقبل. لما نحن بيكون عندك مثلا الأم الداعمة، الأم الإيجابية، قادرة بلحظة أنه هي تعرف أنه الطفل مثلا مرق، ممكن يكون في عنا عنف أسري عم بيصير بقلب البيت، ممكن يكون في عنا حالة طلاق أو انفصال بين الأهل، ممكن حالة تهجير، ممكن حالة أنه صعوبة التأقلم مع المجتمع المضيف اللي هو تواجد فيه الطفل لظروف معينة، سوء بآليات مشكلات مثلا بآليات التكيف، أي مشكلة من هي لازم تعرف الأم كيف تتعامل مع هذا الطفل، كيف هي بدها تعرف أنه هو بهي اللحظة هو بيكون فاقد للأمان، فبدنا نحاول أنه نحن نلبي حاجته للأمان، نحسسه بالدعم بهي الفترة المؤقتة اللي هو عم يمرق فيها، نحاول انه نحن نسمع له. نعرف كثير انه الاطفال ما بيعبروا للاسف، في كثير اطفال عندك بيحاولوا انه هن يطلعوا بهي السلوكيات العدوانيه اللي هي عم بتصير، او سلوكيات الغضب، او حتى مشاكل الدراسه، بس هو ما ممكن يجي يقول لك انه انا عم بمرق بمشاكل معينه. ممكن تلاقي الطفل بالبيت حدا قادر انه هو يعصب على اخواته، انفعالي عصبي، عنده سلوكيات كثير غريبه ممكن تكون بالبيت، ولكن بتجي بالمدرسه بتلاقي انه هو حدا خجول انطوائي، بيقعد بآخر مقعد، مانو مثلا بالتحصيل الدراسي اللي هو جيد. بقى بدنا نلاقي هذا الفرق، لأنه الأم بوقتها ما بتكون عرفت أمنت هذا الدعم الأساسي اللي هو بيكون موجود للطفل. بنحاول من خلال أنه نحن نتقرب منه، نسمعه بالضبط الإصغاء للطفل، لحتى نحن نعرف بالضبط الطفل شو الموقف اللي هو مرق فيه، شدة الموقف. نحاول أن ما عبر الطفل بالكلام، نستخدم وسائل تانية لحتى هو يعبر فيها، إن كان بالرسم، إن كان بالمسرح التفاعلي، إن كان بنغرسه بأنشطة. هي الأنشطة هي قادرة أنه تخلي الطفل يعبر بطريقة غير مباشرة. ممكن كتير أطفال تقول لك أنه أنا بخاف أني أنا أعبر، لأنه أنا ما بعرف أهلي شو رح يعملوا إذا أنا عرفوا مثلا بالشيء اللي هو صار معي. تمام، ما بيكونوا الأهل عاطينه للطفل هذا الأمان، هذا الأمان اللي هو حاليا هو بحاجته. نحاول بعدها أنه نحن طبعا بعد السلوكيات السلبية اللي تكون عم يطلع فيها الطفل من حالات العزلة ومن حالات سوء مثلا بالتواصل بالعلاقات، نحاول نرجع نعزز دوره خلال الأسرة، نشوف الطفل شو الشيء اللي فقده خلال هاي الفترة، شو الأشياء اللي هو ما عم يقدر أنه يعملها من خلال واجباته الدراسية، إذا في عنده أصدقاء ممكن أنه هو يقعد معهم، نحاول نرجع ننميله تفاصيل، نوطد العلاقات بينه وبين أصدقائه. نحاول كمان أنه نحن كأسرة نكون بيئة داعمة إيجابية، تكون قادرة أنه أنا هذا الطفل شو ما صار معه أنا بعرف أنه هو رح يجي ويحكي لي. طبعا نحن بنعرف أنه في عنا فروق فردية بين كل طفل وطفل. صحيح. ممكن طفل يمرق بموقف يعبر ويحكي ويكون عنده كل هاي التفاصيل اللازمة أنه هو يشرح لك إياها، أطفال لا، ولكن هذا الشيء بيرجع الأساسي لدور الأم بالأسرة. نعم، شو إذا أي عمر فينا نقول أنه في أزمة بسلوك الطفل، ولا أي عمر، من أي عمر نحن منبلش نقيم، ولا أي عمر ممكن كمان يتعرض أو يتضعضع سلوكه؟ تمام، فينا نقول من بعد السنتين، من بعد عمر السنتين، لأنه نعرف أنه هو بيكون من عمر الأشهر للرضيع للسنتين هو بيكون ما عنده القدرة أنه هو يعبر، غير بالبكاء، غير يعني بسلوكيات انت ما فيكي انه انت يمكن تفهمي على هذا الطفل شو الاشياء اللي هو عم يمر فيها. ولكن من بعد عمر السنتين نحن بنقدر نعرف
الطفل شو هي الأحداث الصادمة اللي هي عم تمرق معه، هو ممكن كثير أنه يمر بأزمة. قلت لك ممكن يكون في عنا أزمات داخل المنزل وأزمات خارج المنزل. تمام، بس إمتى فيني أنا أقول أنه لازم أتوجه لداعم نفسي يعني لحتى يكون شريك، وممكن العلاقة اللي هي بتتخليني أتوجه للدعم النفسي، لأنه مثل ما قلتي ما في هذا الأمان أو العلاقة المتينة أكيد. بين الأهل والطفل. أكيد لما بيكون في عنا الأهل ما عندهم الثقافة النفسية والوعي النفسي لحل الأزمات أو المشكلات اللي هي بتكون موجودة عند الطفل، من الضروري وما له من العيب أنه الأم تتوجه لأختصاصي لحتى يعزز دور الوعي عندها والثقافة النفسية بأنه أنا شو ممكن أني أنا أعمل لحتى أنا أحمي طفلي من الأزمات النفسية اللي هو عم يمرق فيها. مثل ما بنعرف المرأة الحامل لما هي بتكون مثلا خلال فترة حملها كثير بتتوجه لعند طبيب لحتى أطفال لحتى هي تعرف كيف تتعامل مع الطفل المولود حديثا، فهي مثل هذا الإجراء نحن فينا نستخدمه مع طبيب نفسي، أو إذا ما بدنا طبيب نفسي ممكن أخصائي نفسي قادر يعطينا هي الثقافة اللي نحن بدنا إياها. صار عم نقول علاقة الأم، يعني الأم تتوجه قبل الطفل، ما فيني أنا هلأ هي بالبداية إذا ما كان عندها المعلومات الكافية إنه هي تتعامل مع أزمة الطفل، ولكن إذا شفنا إنه أنا عم بقدر إني أنا أتصرف معه بمواقف معينة وعم بستخدم سلوكيات لحتى أنا أقدر إني أنا طلعه من هي الأزمة، وعم حاول استخدم كل مثلا الطرق اللي أنا متعلمتها، أنا ما عم لاقي فروق بحالة الطفل، يعني أنا الحالة ما في عندي تحسن فيها، ما عم بوصل لحالة الشفاء. ممكن يكون في عنا سلوكيات ظهرت جسدية، ممكن أعراض جسدية، حالات ممكن في عنا حالات تبول لا إرادي، حالات اضطرابات النوم، في عنا اضطرابات التأقلم. هي التفاصيل لما هي بتطلع وهي ما عم تتحسن، أنا هون بحاجة لاستشارة أخصائي لحتى أنا يحدد لي بالضبط شو الأشياء اللي أنا لازم الدور المكمل لدوري لحتى أنا نساهم بحل هي المشكلة. وما فينا ننكر أهمية أنه أنت لما بيكون عندك أنت والأخصائي مع المدرسة، الثلاث جوانب هي أساسية ومكملة لبعضها. ممكن كتير الأم مع الطفل تكون عم تشتغل دورها على أكمل وجه، ولكن بالمدرسة ما في أدوار مكملة من قبل الأستاذ، من قبل الطلاب بالمدرسة، من قبل المدير. فنحاول أنه نكون نحن الثلاثة نشكل بيئة داعمة لحتى نطلع الطفل بأقل الخسائر من هي الأزمة. نعم شذا، خلينا ننوه إذا نحن ما أنقذنا الطفل بهي الفترة العمرية قديش لما بيطلع على المراهقة رح يكون متزعزع، رح يكون عنده رفض لأهله، رح يكون عنده رفض ممكن للمجتمع، رح يكون في عنده سلوك يجره إلى الخطأ، وخاصة يمكن إذا ما كان في هاي الثقة يلي عم نحكي عليها من أول اللقاء بين الأهل وبين الأبناء. خلينا نحكي عن هالردود يلي بتطلع بعمر المراهقة إذا ما أنقذنا ولدنا. تمام، هلأ بالنسبة للصدمة النفسية لما هي بتطلع عند الطفل، هي إذا بدنا نحكي فيها بشكل علمي هي هذا الحدث المفاجئ يلي هو بيحدث بشكل مفاجئ لهذا الطفل، بيكون في له أسباب وبيكون في له تداعيات كتير كبيرة على نفسية الطفل، بيهدد حاجته للأمان، بيهدد ثقته بنفسه. هذا الطفل إن ما عرف أنه هو يتعامل مع هذا الحدث الصادم، طبعا ذكرنا أنه الدور الأول للطفل، الدور الثاني هو للأم. إذا ما عرف أنه هو يتعامل مع هي الصدمة النفسية فهي حتشكل عنا رد نفسي. هذا الرد النفسي ممكن هذا الطفل مثل ما ذكرتي يصير في عنا ممكن اضطرابات اكتئاب، اضطرابات قلق. هي الاضطرابات يلي هو ممكن ما يعرف هو سببها اللي هي عم تصير معه مثلا بفترة المراهقة. نحاول نرجع للطفولة يلي هي ندرس كل مراحل الطفولة يلي مرق فيها، يا ترى شو الأشياء يلي الطفل لاقى فيها حلقة مفقودة أثرت وتركت عنده هي الندبة، إن كانت من خلال علاقته مع أهله، علاقته مع الأسرة، شو التفاصيل يلي أنا بقدر أني أنا أشتغل عليها وأكيد مع المدرسة. نحن ذكرنا أنه الثلاث جوانب هي كتير مهمة بإدارة هاي الحالة عند الطفل. يمكن ذكرنا نقاط مهمة معك، وقديش فعليا البيئة المحيطة فينا نقول بتلعب دور داعم لحتى أكيد. الطفل يتخطى هي المرحلة وما تأثر على شخصيته. البيئة الداعمة قديش هي بتلعب دور كتير كبير، كتير مثل ما قلت هي ثلاث عوامل فينا نحكي، المدرسة، الأهل،
الدعم النفسي بشكل أكيد. حتى اساسا ما وصل للدعم النفسي، يمكن البيئه هي كافيه. وحتى اذا فينا نقول انه انا وصلت للدعم النفسي، فهذا الشيء نحن هلا بنعرف هي الوصمه الموجوده عند الداعم النفسي او الاخصائي النفسي. هذا الشيء من حقوقنا الطبيعيه اذا فينا صحيح. نقول وشيء صحيح انه نحن نلجا له لما نحن نشوف انه فلتت زمام الامور من ايدنا. ولكن اذا نحن ما بدنا نوصل لهي المرحله، نحاول نشوف من الاشخاص المحيطين بالطفل، من ان كانوا الاهل او إذا كانوا مقدمين الرعاية، نحاول أنه نحن نغرس شو هي الأشياء اللي أنا ممكن أعملها لطفلي لحتى هي ما تترك عنده ندب لبعدين، وما تخليه يكون في عنا فينا نقول بيئة خصبة للاضطرابات ممكن أنا أتفاداها إذا أنا حليت المشكلة من جذورها أو من الأساسيات الداعمة اللي نحن عنا إياها. نعم، شذا دائما المشاكل الحياتية، الوضع الاقتصادي الصعب، التفكك الأسري ببعض أكيد. الأحيان، وخاصة يمكن خلينا نحكي على الأسرة غير البيت اللي هي بيت تيتا وبيت جدو والعمة والخالة والتدخلات البلا طعمة. خلينا نحكي يعني هدول القصص قديش لازم ينوضع على حد، وما نركز بس على الأم، نركز على كمان الجو المحيط أكيد. إنه هو ياخد بعين الاعتبار كل الأمور لتنشئة حياة طفل هنية بالمستقبل. تمام، لما الأم بتاخد قرارها إنه أنا بدي أوضع حدود لطفلي، حدود لتنشئة طفلي وتربية طفلي، أنا الشخص الوحيد المؤثر اللي هو قادر انه يغرس هي المورثات القيمه اللي انا بدي اياها بالطفل، ان كانت هي وان كان الاب، بشكل ودور كثير كبير طبعا بالتفاهم بين الاب والام. ممكن بتشوفي في عندنا بالعلاقات الاسريه اب هو كثير بيشد مثلا، الام هي بترخي من عندها. انا بقول لك انه لا، انا في اشياء انا اذا طلبتها من ماما بترضى، اذا طلبتها من بابا ما بيرضى. فهذا الدور وهي الكيمياء هي ما نعن عن عفويه جايه بين بين الاب والام، هنن في هذا التفاهم بيناتهم لحتى كل حدا فيهم يعرف شو دوره. لما الأم بتحاول أنه هي تحط حدود لتنشئ الطفلة، هذا الشيء من بداية العلاقة ما تسمح لأي حدا أنه هو يكون مؤثر على الطفل. تحاول تكون على تماس مباشر مع المدرسة لتعرف شو السلوكيات اللي هي عم تظهر جديدة عند الطفل. تحاول أنه هي خلال مثلا الأقران يلي هنا موجودين عند الطفل تعرف بالضبط هو وين عم بيروح، شو الفئة يلي هو عم بيكون متواجد معها، ممكن أنه هو يكتسب منها أشياء جديدة، ممكن أنه هو تلاقي سلوكيات ظهرت على الطفل هي ما ممكن تكون تداعي لحدث صادم أو لتغير جديد صدف معه، ممكن يكون عن أصدقاء متعرف عليهم جديد وعم يكتسب منهم هاي السلوكيات. فنحاول نضل عيننا على الطفل لأنه بهاي المرحلة اللي هو عم تتكون البنية النفسية عنده هي أهم مرحلة، وهي اللي بتأثر بعدين على مرحلة الكبر. أكيد الوقت معك خلص بسرعة، وحكينا عن نقاط كتير مهمة. أساساً تربية الأطفال اليوم ضمن هاي الظروف هي مسؤولية كتير أكيد. كبيرة على عاتق الأهالي. بدنا نشكرك بالختام اختصاصية نفسية شذا على وجودك معنا، شكراً كتير لك. شكراً كتير لكم، يعطيكم العافية. ميرسي لك يا شذا ونهارك سعيد. شكراً.